اه حياتك صبيلي قهوه. لا يا راسي عم بفقع. اه حبيبتي، مين عم بتدوري؟ انا نور، شركتكم رفيفه بتبكى بنت خالتي. وكلت لكم مش اني جاي اليوم؟ اهلين، تفضلي. كيف النقله عند القبيب؟ طيب بركي تحط الشنطه على جنب، خفيش مش رح ندورها. انا سلمى زعتري من ترشيحها. ما انت كل يوم بتلبسي اسود، اليوم البسي اشي ثاني. طيب يما بس بعد فيش اشي. اه ليلى صخر من الناصري. شو معك؟ انا خرفيه طويله. بتقدري يجي خطيب لهون المسا؟ وانا شايفه شالت للحريم فقط. الله يجيرنا. تعي تعي اقعدي معنا. مجبره ادرس ولازم اصحى بدري. تعليم تعليم كل النهار حبيبتي. اسمعي بدها 5 ساعات تتسكر الجلباب لحاله. لحلحي وخلصينا عاد. عم بحاول ادرس، ممكن توطي؟ انا بتكلتي في برايف كبير. ايش يعني ريف؟ بديش تبكي بهاي البلد وبالذات بهاي الدار. وهن كثير ملاح مش زي ما انت بتفتش. اهلك بيعرفوا انك لزبي؟ شكلها خربنك على الاخر وبطلت تشوفي حتى نجاستها. الله يحميك. بدك نغير العالم مرة واحدة يعني؟ مبسوطة مع خطيبك؟ أكيد بتعرفي، ما أنت صرتي زيهن فاجرات. يا بتتقبلني زي ما أنا. انتهت القصة. أنا مش رح أغير اختياراتي بهاي الحياة.